يعني الله سبحانه وتعالى لما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، المعنى لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحب من المحبة، ماشي مما تحب من المأكولات والمشروبات والملبوسات، حتى تنفق مما تحب من المحبة. وهذا يعني النفقة من المحبة هنا مستورة وما يعرفوهاش الكل، يعرفوها البعض وما يكسبوهاش الكل، يكسبوها البعض. هنا باش ينفق الإنسان مما يحب، إلى رحنا للظاهر نصيبوا الناس تكرم بالأرزاق والأموال، لكن إلى جينا عند أهل السر وأهل المحبة وأهل المعنى وأهل القلوب وأهل النظرة الصافية، هنا نشوف الشيخ العلوي رضي الله تعالى عنه: جزى الله من جاد علينا بسره فالجود فذاك الجود من جاد بالسر. والسر هو منبع وأسرار المحبة. هنا الشيء اللي تحبه ربما هذاك هو يصير المعبود تاع الإنسان. هادو اللي عندهم المعبود تاعهم المال، هما يحبون المال حبا جما. وما لا واش يقول لك؟ يقول لك انا لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحب، معناها من الاموال ومن الماكولات ومن المشروبات والذهب والفضه. اما كي تلحق اهل الاسرار واهل الانوار واهل المعاني واهل العلوم الباطنيه والظاهريه، يقول لك انا سقيت من كاس الحب، انا شربت من المحبه وننفق من المحبة. لكن احنا نشوفوا كيفاش كسب هذه المحبة باش نكسبوها، نشوفوا كيفاش السادات الصالحين كسبوا هذه المحبة وعادوا ينفقوا منها، كيفاش نكسبوها باش ننفقوا منها. هاي المحبة هي أصل المودة، واللي ينفق ويجود يجود بالمحبة، الجود وفذاك الجود. لكن اللي ما عندوش هذه ما الأخرى إلا امتثال، ينفق مما عنده من الأموال من الهدايا من الكرم من المأكولات من المشروبات ومن على كل حال الأفضلية. لكن ماهيش هذيك هي النفقة الأصل، هذه فرع. والأصل علاش هنا يقول لك فلا ترضى بغير الله حبا كل شيء ما دونه سراب. أي لا حبينا ننفق من المحبة وننفق من الشيء المحبوب وننال هذه الفضائل اللي قال لك لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحب، حنا نشوفوا هذا الشيء اللي محبوب. لكن هذه المحبة اللي تنبت في الخلق منين تجي؟ أجي من ذكر يعني المحبوب. إذا وليت أنت ما ترضاش بغير الله والآخر كيف كيف والآخر كيف كيف والآخر كيف كيف، نتوجه توجيه واحد، هاو بدا التوحيد فينا، بدا التوحيد. وإلا ذكرنا الله سبحانه وتعالى، أنت تذكر الواحد وأنا نذكر الواحد، والواحد هو الله سبحانه وتعالى بالاسم نتاعو اللي هو، أذكر الاسم رب العالمين سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام قول الله،
واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك وتبتلي إليه تبتيلا. رب المشرقين والمغرب لا إله إلا هو افتخذوا وكيلا. أين وليت أنت تذكر اسم ربك والآخر يذكر اسم ربه والآخر يذكر اسم ربه؟ انزرعت فينا الاستمداد تاع التوحيد. أنت راك تذكر في الله وأنا نذكر في الله والآخر يذكر في الله. هنا نستمدوا الاستمداد واحد ونصيروا متوحدين ونصيروا كالجسد الواحد. أما إذا كنت أنت تذكر صفة من الصفات والآخر يذكر فرع من الفروع تختلف الأفكار وتختلف العقول، لأن اختلفت العبادات واختلفت الفروع وما تمسكناش بالأصل. هنا إذا تمسكنا بالأصل نتوحدوا، والتوحيد هو أصل المحبة. لو كان الإنسان يذكر صفة من الصفات ما تظهرش عليه الأسرار تاع المحبة، لأنه ماهوش متوحد وما ظهرش عليه اسم السر المحبة. وعلاش؟ خطر له يذكر صفة من الصفات والصفات ما عندهاش تصريف، الصفات كلها ما عندهاش تصريف. اخر يذكر اللطيف، واخر يذكر الحنان المنان، واخر القهر، واخر الرزاق، واخر صورة الإخلاص، واخر كذا، واخر هذيك ما عندهاش تصريف. والتصريف وين راه تصريف؟ التصريف راه في الموصوف ماشي في الصفة. اذكر اسم ربك، عندما نتفقوا نذكر اسم الله، هذاك الاسم هذاك يوحدنا ويوحد قلوبنا ويوحد جمعنا. قال لك هنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله. علاش إبراهيم الآلهة كسرها باش ما تبقاش في فكره وما يخليهاش في فكر المخلوقات تاع عصره اللي في زمانه؟ راح شد لها الفاس وبدا يكسر باش ما يبقاش يقول من الآلهة كاين إلا الله. لا، كمل كسر الآلهة باش يبقى واحد وحده لا شريك له، باش تصفالوا العقيدة، تصفالوا الخواطر تاعو تصفى. راح الآلهة هذه كسرها، جاو قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبير الآلهة. لكن في الظاهر عند المبتدي خلى له حجرة باش يعرف التوحيد. قال من فعل بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، المقصود تاعو في كبير الآلهة. فاسألوهم، قرن هذيك الحجرة مع الحجار، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما لا خلى لهم التوحيد وخلى لهم الإشارة باش يوجههم للتوحيد. هنا الشيء اللي حببنا في بعضنا هو ذكر الاسم، واللي حببنا في بعضنا. لو كان نذكروا صفات واحدة أخرى يقع للشقاق والنفاق والفراق والتعدد والخلاف في القلوب نتاع الجميع. ربي يحفظ. وعلاه؟ هنا عندما تذكر أنت حاجة من الحوايج، صفة من الصفات، عندك مقصود وعندك غرض. هنا مقصودك كي تذكر اللطيف، علاه؟ يا اخي هذاك هو اللي يلطف، هذاك هو اللي يرزق، هذاك اللي يحفظ، هذاك اللي هذاك هو اللي يغني، هذاك هو اللي كلش. وتعرف انت باسم الغاني وتروح تعيط له يا الغاني يا الغاني. الغاني ولا كان ما حيد المال، تتعرفوا غير في جال الغنى، تعرفوا غير كي عاد عنده المال. لا اعرف هذاك مول الغنى واش يسميوه، يقولك ما تعرفش اسمي، يلزم تعرف اسمه.
أشكون هو الغاني؟ هو الله. إينا عرفتوا باللي هو الله، علاش تعيطوا يا الغاني؟ علاش تعيطوا يا اللطيف ولا يا الرزاق ولا يا الحنان ولا يا المنان؟ علاش ما تعيطوش باسمه يا الله؟ هنا الصالحين اللي يزرعوا المحبة، قولك فلا ترضى بغير الله حبة، واذكر الله يا رفيقي، اذكر الله يا رفيقي، وتوجه للمرام. وإلا تخلطتك الأفكار في الآلهة وحده في كثرتي، لأن لا بقيت تذكر لا إله إلا الله تنفي وتثبت. قداش تقعد وانت تنفي؟ قداش تقعد وانت ما تعرفوش؟ قداش تقعد وانت ما تعرفش اسمه؟ تنفي الآلهة باش تعرفوا بأنه واحد. هنا كيقول لك المعرفة، معرفة الله أول واجب على الإنسان، معرفة الله. معرفة الله من وسط الآلهة، لا إله إلا الله، الموجودات والآلهة وكذا تنفيها وتثبت وجود الله. هنا لا إله إلا الله هو تنفي الآلهة وتوحد ربي، بصح في النفي والتوحيد ماشي معرفة. ربي خلص يسميوها كلمة التوحيد، ماشي كلمة المعرفة. إذا حبيت تعرفوه عيطوا باسمه، أما إذا كطماع ولا خواف ولا عيطوا بالصفات. أما إذا كنت تحوس عليه باش تعرفوا هنا عيطوا باسمه. شوف هنا المشايخ أهل السلسلة واش يقول لك، أذكر الله يا رفيقي وتوجه للمرام واقصد الحق الحقيقي، إنما الخلق أعداء لا سواه في التحقيق، وما تذكرش حاجة واحدة أخرى، واذكر الاسم الأعظم واطوي الكولة تغنم، كون واله تايه مسرور بذكر الله، لكن في الاسم إذا تفنى تصل لمسمى، في الاسم إذا تفنى. عندما نعود نذكره قاع نذكره اسم نتاع الله سبحانه وتعالى، ينزرع فينا التوحيد، السر تاع التوحيد والسر تاع الذكر. قال لك يسري فيه نور الذكر، تتبدل اوصافه وصف اخر. عندما يسري فيه نور الذكر واش تتبدل اوصافه؟ كيف تتبدل اوصافه؟ هاو يذكر 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 الاسم حتى يسري فيه نور الذكر، كيف تتبدل أوصافه؟ تتبدل أوصافه، لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. على سموها نوافل لأن ذكر الله مستحب ماهوش فرض، واسمها نوافل اسمها نافلة. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، ها؟ حتى أحبه فإذا أحببته. ها شوف أنا كنا نهدروا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبه، حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه. صح، أي لو وليت أنت محبوب والآخر محبوب والآخر محبوب عند الله، وانت يا كان سمعك هو بصارك هو يدك هو رجلك بالمحبة، اي لعادت يدك يد الله بالمحبة، اذا احببته كنت سمعه. الى حبك ربي وصرت محبوب، صارت يدك تمد المحبة. ربي خلص واش تمد؟ اتمد الشيء المحبوب عند الله سبحان الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. المحبة هذه ينفق منها الإنسان ربي خلص، حتى تكون يده محبوبة عند الله سبحان الله، وتنبت يده تنبت من المحبة، وتصير يدك يد الله ورجلك رجل الله. هنا منين جات؟ جات أصل المحبة.
ماشي فرع، أصل المحبة. يعني حتى أحبه، فإذا أحببته ها وصار محبوب، يده محبوبة وتمد المحبة، صار محبوب عند الله ومحبوب عند الناس، تمد المحبة، تعطي المحبة. ها وهنا ينفق مما يحب. انت واش تحب بغير الله؟ واش تحب؟ فلا ترضى بغير الله يحبها، ما تحب حتى حاجة بغير الله. لكن إذا صرت رباني تنفق مما عندك. واش عندك؟ على هذا اللي قال له ما تركت لأهليك. قالوا تركت لهم الله والرسول. الشيء اللي نحبه هذاك هو. حتى تنفق مما تحب. والمحبة نهار اللي تولي نتايا رباني ولا خر رباني ولا خر رباني، ربي يخلص، ينفق من السر الرباني. والسر الرباني هو سر واحد، ربي يخلص، مدد واحد، سر واحد، هو اللي عندك، هو اللي عند الاخر، هو اللي عند الاخر، تولي رباني. أين كان سر واحد عندنا، ها هذيك نحبوا بعضنا لاننا سر واحد، مدد واحد، جسد واحد، كل جسد واحد. ربي يخلص. هانا نولوا على كل حال مستمدين. أمين. من السر الرباني، سر التوحيد. واه ودي واه. ها على كل حال ربي يمدنا بما بديه. أمين. ويسرنا بسره. أمين. وينفعنا بما بديه. وينفعنا إن شاء الله بتوحيده. أمين. حتى نكونوا كل جسد واحد. أمين. ونفقوا على بعضنا بعض بالمحبة. أمين. وننظروا لبعض بعضنا بالمحبة. أمين. وننظروا لبعضنا على كل حال بالأسرار والأنوار. أمين. وإن شاء الله ربي يزيدنا من فضله. أمين. بجوده وكرمه. وإن شاء الله رب العالمين ينبتنا نبتا حسن. أمين. فظهر منا وما بطن. أمين. ورب العالمين إن شاء الله على كل حال يمشي فينا سير الذكري ويمدنا بمداد على كل حال الأسرار والأنوار نتاع السادات الصالحين، ويجعلنا متوحدين، ويجعلنا إن شاء الله في كل جسد الواحد، ويجعلنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ونفق مما على كل حال مما على كل حال مما نحب ومما يحبون ومما على كل حال يحب الله ورسوله، وحتى نكون محبوبين ونكون راضيين ومرضيين بجاه محمد سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.